هنا كيلو من الطماطم، كيلو من الطماطم عملت فيها ايه؟ قشرتها زي ما انتم شايفين، وشلت البذره، قشرتها وشلت البذره اللي جواها اهي. تاني قشرت الطماطم وشلت البذره اللي جواها. جميل. كوبايتين سكر، يعني حوالي 400 جرام سكر، معلقه ميه زهر، ورشه ملح ليمون، ونص كوبايه من شربات الورد. تاني المقادير، عندي كيلو من الطماطم متقشر ومتقطع ومتشال البذر اللي جواه ورشه ملح ليمون، وعندي كمان معلقه من ميه الزهر اهي، وعندي كوبايتين من السكر، ونص كوبايه من شربات الورد. شربات الورد. تاني اخر مره، كيلو من الطماطم متقطع بعد ما قشرناها. قشرناها ازاي؟ يعني جبنا ميه بتغلي حطيناها على النار، وعملت كروس على الطماطم وحطيتها فيها تغلي شويه، وبعد كده طلعتها في ميه بارده وقشرتها، وشلت البذر اللي جواها، وكوبايتين من السكر، ونص كوبايه من شربات الورد او فراوله ما فيش مشكله، ومعلقه ميه زهر. وتعالوا معانا نروح على الكازرونه بتاعتنا او الحله بتاعتنا. هنحط الطماطم زي ما هي كده، وبعدين السكر، ونغليهم مع بعض لغاية ما تغلي غلوة اهو كده. هنا خلي دي كده، هنغليها غلوة، وانا حاطط المشمش بتاع المركز بيتضرب في الخلاط اهو. شايفين السكر اول ما نزل على الطماطم، الطماطم على طول نزلت ميتها. شايفين السكر داب، السكر اهو شايفين. وبعدين هنغطيها اهي ونسيبها، ونروح نشوف هذا المشمش بتاعنا اللي احنا شايفين اهو، ونروح ناخد المشمش ده نحطه على نار هاديه لغايه ما يركز خالص معايا اهو. نشيله من هنا نحطه هنا، ونسيبه على نار هاديه لغايه ما يركز معانا خالص ويبقى بالشكل ده. شايفين كله قدامكم اهو، شايفين المشمش بقى تركيزه عامل ازاي؟ قمر دين بس سايل اهو، قمر دين بس سايل. تاني هقول لكم تاني اهو، بنحط الخليط بتاعنا اللي هو كان اساسه كيلو مشمش صافي مع كيلو سكر بيته في التلاجة، نزل ميته، خدته حطيته على النار بدون اي اضافات. بعد ما غلي حطيت عليه معلقه ملح ليمون، وغليت وما غلي ضربته في الخلاط ورجعته تاني اهو. شايفين شكله اهو، هنسيبه لما يركز معايا شويه على النار اهو. شايفين، وهنا ده المشمش المركز بتاعنا بعد ما طلع معانا اهو. شايفين هو ده. جميل. تعالوا للطماطم. الطماطم على النار، ما حطيناش عليها حاجه خالص. كيلو الطماطم فيليه، يعني فيليه الطماطم محطوط عليه زي ما انتم شايفين كوبايتين سكر فقط. الطماطم نزلت ميتها اهي، اول ما هتوصل لدرجه الغليان هديها شويه ملح الليمون، شعره كده صغيره. ملح الليمون ده بيحفظ اللون وبيخليها ما تسكرش. واول ما هتغلي معايا اهو، اول ما هتغلي معايا هقوم ضايف عليها ميه الزهر وميه والشربات، واقوم ضاربهم في الخلاط، هيطلعوا معايا بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي ده حالا اهو. لو انا لقيتها مركزه، لو لقيتها مركزه ازودها شويه ميه وانا باكل بقى، وانا بشرب لما اجي اشرب العصير بتاعي لقيته مركز ازوده شويه ميه. تاني اهو، ده العصير بتاعنا اهو، ممكن اشربه كده على طول، لكن هو ما فيهوش كميه سكر كبيره لان كيلو واخد 400 جرام. ممكن اشربه كده، وممكن لو انا ما بحبش السكر الكتير اضيف له بالظبط شويه ميه